خلال يوم واحد طلعت الشمس على كوكبة درية من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم في أتم حالاتهم، وعندما غربت عليهم كانوا جميعا مجزرين كأنهم مجموعة غزلان هجمت عليهم ذئاب برية متوحشة فملأت منهم أكراشا جوفا وأشربة سغبا، ولا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله تعالى رضاهم، صبروا على بلائه فوقاهم ربهم شر يوم القيامة وأعطاهم أجور الصابرين. من أنبل وأشجع وأعظم وصايا التاريخ وصية مسلم بن عوسجة لحبيب بن مظاهر الأسدي في اللحظات الأخيرة من حياته، حيث قال له: أوصيك بهذا الغريب أي الحسين أن تقاتل دونه حتى تموت. فكانت وصيته وصية بالموت، لكنه الموت الذي يوهب الحياة. في المواجهة بين الحق والباطل أنت بين أحد خيارين، فإما أن تقف مع الحق فتكون في صف الأنبياء والأوصياء والأولياء والصالحين، وإما أن تقف مع الباطل فتكون وقوداً لنار أحقاد الآخرين وتكون مع المجرمين والقتلة ومع جميع من سقطوا في مزبلة التاريخ. لا توجد في العالم أن جماعة يخوضون معركة شاملة فلا يستسلم فيها أحد منهم ولا يهرب من المعركة ولا يؤثر حيا كما هي في معركة عاشوراء، فهي المعركة الوحيدة في التاريخ الذي قتل فيها كل الرجال ما عدا زين العابدين دفاعا عن حقهم، ولم يستسلم فيها أحد لا لإرادة العدو ولا للرغبة في الحياة، حتى النساء وهن في أسرهن ما استسلمن للعدو. صلى الحسين سلام الله عليه في وسط المعركة وقدم 3 شهداء قرابين في سبيل إقامة الصلاة ليقول لأهل العالم: إن الصلاة في جميع الحالات فوق الجميع وفوق جميع الأعمال، وأن الصلاة معراج أهل الطاعة، حتى وسط المواجهة المسلحة مع العدو، وأنها خير العمل على كل حال.